هو الواجب أن تفتح المساجد مبكرا حتى يطبق الناس عبادة التبكير ليوم الجمعة، لكن إن لم يفتح بأمر مثلا من الدولة أو ما شابه ذلك فإن المسلم يؤجر على نيته، بحيث لولا هذا المانع لأتى مبكرا هنا يحسب له الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهنا عذر فيكون أجره تماما.